هر او پیغمبر فرمویتی صلی الله علیه و سلم من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی بدنه عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. افرمی هر کسی لئی و بیانی کرده ولی مالکی خوی امین و دلنیا کز نبو دریکا معافا فی بدنه لشکی صاغی هبو عنده قوت یومه بس تنیا خواردنی و روژه هبو وكو اوواي همو دنيا بي اجمعها هي اوبه همو خزينه كان دنيا هي اوبه ويا شاعرك لسلم حديث الله اذا ملقوت ياتي لك في الصحه والامن يان بمعنى كثير اذا ملقوت ياتي لك والصحه والامن واصبحت اخا حزن فلا فارقك الحزن افرمي اجر تولش الصاغب ولا مال اخوتا دلني ابوي خوارني او رششت هبو بلام توهر خفت باربوي يا أخوة أو خفت هر لما اللي نبيته خفت بوشي أخوي خفت بوشي أخوي لكاتك كاتو لش الصاغة بوي وتو أنا جورتين قناعة بريتي لو يك إنسان لش صاغ به خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن شاعرك علي قناعة بك والرازيب بي أجر هيك نبو تنياء ونبيك تو لش الصاغ به وجورتيني قناعتك أنا بز لش صاغي خواي جورة بيابي أو بريتيلا جورة ترين قناعت وجورة ترين نعمة كان وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن سير يو كسرشك كهمو دنيا هي كزور ليه ما دولة منترى كملك مالي منه إيه وهمو دنيا هي بلام سيرك وكاتيك دمري بيشجع لكفني كوشن بارشي برو تيلا قال خويا با هيك تيلا قال خوينا با بوي وتي انا بكم رازي بتازور ببي هشت بي لمشت بي نقنو بي نبي زور قوري انسان بقناعت بي بويك خواي قورو بالا دس بي ياو لكاتيكا كشندين اياتي بيروس خواي قورو باسي كردوكا رزق الرازي همو كسدياري كراو